عالم الهدايا في أم القيوين، عالم من الخصومات الرهيبة من اليوم ولغاية 9/5/2021، وإلحق ما تلحق ما شاء الله، هذا من فضل ربي. شوف الخصومات، دائما عروض عالم الهدايا في أم القيوين خيالية جدا. شوف أولى العروض عندنا على مياه أكوا 12 حبة نص لتر، شوف السعر الأرخص على مستوى الإمارات، درهم و99، وكل عائلة لها 15 شدة. أي أيضا عندنا مياه زلال، مياه طوي حمدة حق فطار صايم ممتازة، 24 حبة 150 ملي ب6 دراهم و95 فلس، وكل أنواع الماي موجود ما شاء الله. تبغي توفر، تبغي حق فطار صايم، عليك في هذا الماي. مياه أهلا 30 كوب 200 ملي درهمين و99، وأيضا كل عائلة 15 كرتون. عالم الهدايا في أم القيوين تحصل كل أنواع الكمامات اللي في السوق، أطفال كبار صغار، المعقمات بجميع أنواعها، حتى الكمامات الماركات موجودة عنده. عندنا هني الماسكات درهمين و95 فلس سعر بلاش، وأيضا عندنا معقم اليدين 99.9، شوف ما شاء الله أيضا بدرهمين و95. خليك متابع، عندنا عروض توفيرية صح. تبغي تشوف أشياء رخيصة؟ الأرخص على مستوى الإمارات جبنة بوك معروفة جدا، نص كيلو 8.95 فلس. ركز معاي هني، هذا نفس كيري من منتجات بوك، علبتين مع بعض هذا السعر، قل لك أسعار رخيصة رخيصة. أيضا عندنا منتجات كرافت معروف ما يبغي دعاية، نص كيلو ونص كيلو من 26.25 و95 فلس. مستمرين في منتجات بوك، عروض رمضان 4 حبات قشطة مع بعض حق رمضان ممتازة، 9.95 من أصل 14.70. شوف ما شاء الله كل اللي تشوفه في النص عليه عروض وخصومات، أسعارهم جدا طيبة طيبة. عالم الهدايا، شوف معنا هني زيت صني 3 لتر 16.95، السعر القبلي أصلا رخيص. تبغي أيضا رخيص؟ عندنا نص لتر ونص ولتر ونص كانولا 22.95، زيت زيتون أيضا 5 لتر 49.95 من أصل 63، سكر SIS أفضل سكر في السوق يعتبر 5 كيلو من 24.15.95. مستمرين في العروض الخيالية، خليك متابع وانشر لك كل اللي عندك. جربتوا الشيبسي الإيطالي؟ جربتوا ولا لا؟ الأرخص في الإمارات، شوف السعر 18.95. أيضا عندنا العرض على العدس كيلوين مع بعض من 13.65 7.95 فلس. كل أنواع الحليب اللي تبغي متوفر، حليب طويل الأجل عندنا مدهش 4 لتر مع بعض الأرخص في الإمارات 8.99 وشامل الضريبة، 3 حبات معجون الطماط 4.95، الحجم الكبير كل وحدة 850 13.65. شوف التوفير هني، ماي الورد الأصلي 6.95 من أصل 12.60. تبغي ليمون جاهز لا تعصر ولا شيء، لتر كامل 3.95. عندنا كابتن 3 كيلوات مع بعض 3 أكياس، السعر من 15.75 9.95 فلس. الحجم الكبير كورن فليكس والسعر كبير جدا، شوف السعر 18.95 فلس. في عالم الهدايا في أم القيوين كل أنواع الطحين متوفر، كل طحين شوف أنواعهم. الطحين الكويتي أفضل أنواع في السوق رقم 1 والأرخص في الإمارات 10 كيلو 19.95 فلس. لما أقول لكم في عالم الهدايا الأشياء الغريبة موجودة، شوف أنواع المايونيز، شوف أنواع الصوصات اللي عندهم، هذه ما تلقاها في أي مكان، هذه تغمس الشبس وتاكلها، لذيذة وخطيرة جدا. وشوف شو عندهم بعد، كي دي دي كويتية صلصة البشاميل، انشروا لكل اللي عندكم، أتوقع في ناس وايد يدورونها لأن هالأيام موسم البشاميل في رمضان، 9.95 فلس. حق المكبوس نبغي دقوس 5 حبات مع بعض الأصلي 7.95، وفي شغلات وايدة في المحل ما شاء الله. قسم الحلويات في عالم الهدايا خطير، عندهم حلويات مستوردة، الكيت كات اللي عليه قصدير هذا للعلم القديم، ها ولا الطيبين موجود هني، شوف هني شوف أنواع الحلويات أشكال عندهم، سعر ما بقول لكم سعر، بعطيكم اللي عليه خصومات، بس أنا أرويكم الأشياء المميزة اللي موجودة في الحلويات. تبغون حق العيد تعالوا خذوا حلويات من هني، حلوياتهم خطيرة جدا. شوف هني هذا كيس كامل حلويات 5.5، تبغي شيء رخيص؟ شوف معي 3 أكياس مع بعض 10 دراهم و95 فلس والضريبة عليهم. ركز معي هني، شوف إيش حالاته، هذا في السوق برا 10-15 درهم،
هذا ايضا شوف ايش حالاته، شوف ايش حالاته، وشوف ايش حالاته، وشوف وشوف ما شاء الله كل انواع النعل. قبل ما اعطيك السعر، تصفيه رهيبه على هذه النعل عشان يكفي الكل، كل شخص له ثلاث حبات، كل شخص له ثلاث حبات. السعر كم؟ درهمين وخمس وتسعين فلس، والحق ما تلحق. السعر ارخص من المصنع، الارخص على مستوى الامارات. هذا الكرسي وهذا الكرسي، تخيل كم سعره؟ 8.95 فلس وشامل الضريبه. وصلنا للكلينكس، 500 ورقه الكرتون، 5 كراتين كينج معروف 9.99. بالنسبه لي افضل كلينكس في السوق، فاين. تقول فوطه مش كلينكس، 5 حبات مع بعض 8.95، والارخص على مستوى الامارات. كلينكس العين ايضا 5 حبات مع بعض 8.95. وكل انواع الكلينكس اللي تبغيه متوفر، واسعاره جدا جميله. شوف هني كم حبه داخل هاي؟ 1000 حبه 7.99. يا سلام على التوفير. ايضا عندنا كلينكس الدله 6 حبات مع بعض، التوفير الصحيح ب 21 درهم، والحق ما تلحق. لا تفوتكم هذه، ها دوسات جميله، وللعلم واتر بروف هاي، ها ما ينزل ماي منها، جميله صناعه تركيه. وعنده هذه الشغلات ايضا اشكال، شوف افتح 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 عشان الفيديو. يا سلام يا سلام، هذه فخمه، هذه فخمه صراحه. ايضا قسم المنظفات في عالم الهدايا في ام القوين، الصابون وانواعه. الكوزي 3 كيلو، شوف السعر 12.95. اريال مستورد لترين، هذا سائل جميل جدا وريحته طيبه وتنظيفه ممتاز، 14.95، سعر رهيب جدا. العملاق ايضا ثنتين مع بعض كيلوين 10.95. كل اللي تشوفونه عليه خصومات هني، البلاش هذا، هذه ينزلونه في الخصومات 14-15. شوفوا هني 10.95 وجميع الاسعار شامل الضريبه. لما اقول لك اللي ما تلقاه في السوق تلقاه هني، شوف هني هذه الشغلات من الالماني، هذا المنظفات حق السجاد، في شغلات ثانيه حق البقع كذا، حق الخشب، حق الحديد، حق الالمنيوم. كل انواع المنظفات اللي تبغيها وما تلقاها في السوق، تعال ام القوين عالم الهدايا، ما شاء الله متخصص في كل ما يخص البيت عنده. شوفوا شو عندنا، هذا غسول اليد فوق ال 20 اشتريه في ابو ظبي. شوف هني السعر اللي قبل ارخص، فما بالك مع التنزيلات سعر بلاش. شوف البلاش هني، غسيل اليد ايضا من ديتول، هذا النوع وهذا النوع 7.95 والضريبه عليهم. مثل ما قلت لكم، عالم الهدايا عالم من البضائع المتميزة بأسعار خيالية جدا. هذه كلها صحون سفري، عندنا هني حق الكيك شغلات جميلة وعجيبة. شوف شو عندنا حق السمبوسة وحق الهريس، صحتين وعافية. وكل أنواع الأكواب موجودة، 25 كوب حق الكرك والشاي، لا تغسلون ولا شيء، 25 كوب بدرهم و99 والضريبة عليهم بعد. شغلات العيد، سفرة مميزة في العيد، شكلي لك طقم كامل للسفرة. شوف الأنواع، شوف الموديلات، كل أنواع وأحجام الصحون. هذا أكبر حجم دواري، هذا أيضا للفواكه، هذه الشغلات كلها موديلات مثل بعض بس الأشكال تختلف. شوف شوف عندنا هذا الموديل أيضا، شوفوا ما شاء الله أسعاره جدا رخيصة. شوفوا الصحون، شوف كيف إطار ذهبي جميل جدا، هذه فخمة، هذه فخمة، شوف شوف شحلاتها جميلة جدا. شوف ما شاء الله الصحون الصغار ايضا، شوف هذه توها جايه في عالم الهدايا في ام القوين. هذه الادوات المنزليه، حتى كواب الشاي، كواب القهوه، التركش للكيك، شوف ما شاء الله على شكل ورقه جميل. ايضا في قسم البهارات، عالم الهدايا في ام القوين مبدعين، كل انواع البهارات العالميه تلقاها هني، حتى ملح ملايا موجود، كل انواع الملح عندهم، البهارات البحرينيه بجميع انواعها واشكالها. الكاري ايضا موجود عندنا هني، هوم سبيس، هذه منتجات اورجانيك، شغل بيت، شغل بنت مواطنه ممتازه جدا، واسعارها ايضا ممتازه. تبغي شغلات طبيعيه عليك في هذه، ايضا اكتب هوم سبيس يطلع لك في الانستغرام واطلب، وعندهم خدمات التوصيل لاي مكان في الامارات، كل انواع البهارات متوفره عندهم ما شاء الله. في عالم الهدايا في ام القوين افتتاح قسم الملابس، ملابس البنات والاولاد، تبي تاخذ حق العيد فساتين للبنات تعال هني، الاسعار من 10 الى 30 درهم. شوف الفساتين، شوف اغلى شيء عندهم 30 درهم، هذا برا تحصلهم على 70 و80 و100،
هني كم؟ اغلى شيء 30. شوف ما شاء الله، شوف 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 آه. شورتات للبنات للبنات للبنات، كل بناتي كل بناتي كل بناتي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. شوفها قميص مع بنطلون 20 درهم. شوف 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 الاشكال، شوف الروعه، شوف التيشيرتات، هذه كلها شغل بنات. هني عاد الاولاد، هاي كلها اولاد 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 اولاد. كم سعره هذا؟ 20. يا سلام، فخم فخم 20. وهذا نفس الشيء 20. شوف يا سلام، شوف الروعه، شورت مع قميص، واللي بعده هذا رهيب رهيب جدا، لف وراء. يا سلام يا سلام، فخم من الاخر ب 20 درهم. اغلى شيء 30 درهم بس، تيشيرت مع شورت. شوف ما شاء الله، كل انواع الملابس اللي تبغيها حق الاولاد للعيد لا تدور ولا تحتار، تعال في عالم الهدايا في ام القيوين. بيبياتكم ايضا موديلات جديده، هذا توها كلها بضايع جديده وتوها واصله، لا تقول مصنوع من زمان، مصنوع جديده ما شاء الله، موديلات حديثه. شوف الاشكال، شوف الموديلات، في عالم الهدايا في ام القيوين. اكتب في جوجل ماب عالم الهدايا يطلع لك كل الملابس هذه للاولاد والبنات، اغلى شيء 30 درهم. اول ما دخلت المحل قلت شو هذه الريحه الطيبه، يوم جيت ولا شو الجسار، معمول الجسار، هذا المعمول طبعا من الجسار الكويتي معروف، هذا سعره في السوق لا يقل عن 60-70 درهم. هني كم؟ 38 و85 فلس، والكميه محدوده جدا، الحق ما تلحق عليها. 75 حفاضه في الكرتون، بامبرز للعلم، هذا النوع. السعر كم؟ 75 حفاضه 26 و95 فلس، والضريبه عليهم، الحق ما تلحق في عالم الهدايا في ام القيوين.